شايفة يومنا ازاي يا صبا؟ اولا يومنا دي حبيبة قلبي، يعني انا من اكتر الشخصيات انا لعبتها في حياتي بحبها، يعني بعشق يومنا، فيها براءة غير عادية، وفي نفس الوقت هي اخطبوط في نفسها، يعني بتتصرف باكتر من حاجة في نفس الوقت، وتبدو انها مش ذكية قوي، بس هي ذكية جدا، بتعرف تتصرف، ومع المسلسل كل ما الوقت بيعدي كسبها بيبتدي يبقى صايع اكتر ومعقد اكتر وعنده لايرز اكتر، فيعني لا شخصية يعني اصلا ذكية وكانت بتمثل المسكنة زي ما كان اهل الشريف او اهل الزوج شايفين، لانها عارفة بيسموها كلامزي، مدهولة يعني مش المفروض، يعني انت شايفها تركيبتها اصلا ايه؟ لا هي ذكية جدا، بس هي عمرها ما خدت فرصة وما حاولتش اصلا انها تاخد فرصة، يعني عمرها ما حاولت تاخد حقها، هي غضبت في لحظة فالابواب كلها اتفتحت قدامها، وبقى الموضوع اللي هو ها دلوقتي نعمل ايه بقى. متعاطفه معاها وحباها؟ اه طبعا بحبها قوي، يعني مش متفقه معاها انها قتلت اكيد عشان بس محدش ايه، بس لا بحبها جدا ومتعاطفه معاها قوي.